بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله سنصحح اكزرسيس دو في لاسيغي ان ديال سويفي تمبوريل دون ترانسفورماسيون شيميك فيتاس فوليميك دو لا رياكسيون. إذا صحينا في الفيديو الأول التمرين رقم واحد، غادي تلقاو الرابط ديالو أسفل الفيديو. إذا في هذا الفيديو هذا غادي نصحو اكزرسيس دو. إذا نبدأ بقراءة التمرين. لو مغنيزيوم ام جي interagit avec la solution aqueuse d'acide chlorhydrique et se produit les ions magnésium Mg2+ et gaz d'hydrohydrogène H2 selon l'équation suivante. Maintenant, Mg زائد 3 جوج ديال H3O+ كتعطينا Mg2+ ديال H2 زائد جوج ديال H2O. Pour étudier cette réaction, le professeur Rafiq a utilisé 3,2 cm d'un film de magnésium Mg et un volume V0 est égal à 30 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique H3+ et Cl- de concentration molaire C est égal à 0,33 mol par litre. Et elle a suivi l'évolution de cette réaction en utilisant des méthodes physiques. Là, on a les données. On a la masse linéaire, on a la masse volumique du magnésium, on a le volume molaire. Première partie, étude de la réaction oxydoréduction. Première question, calculer la quantité de matière initiale de chaque réactif. Donc, on va commencer par le premier. La quantité de matière de chaque réactif. إذن شنو هما لي رياكتيف اللي عندنا؟ لي رياكتيف عندنا هما هادو اللي عندنا في المعادلة Mg زائد جوج ديال H3O+. دونك لي رياكتيف هما هادو. دونك هادو اللي خصنا نحسبو ليهم لي كونتيتي دو ماتيغ. الوغ غادي نبداو ب ام جي، غنبداو ب كونتيتي دو ماتيغ ديال ام جي. باش نحسبو لا كونتيتي دو ماتيغ، حنا عندنا بزاف ديال العلاقات باش كنحسبو لي كونتيتي دو ماتيغ. اذا هنايا باش نعرفو شنو هي العلاقة اللي غادي نستعملو، خصنا اول حاجة نشوفو شنو هما المعطيات اللي عطاو لينا على ام جي. الا رجعنا للمعطيات غادي نلقاو بان في ام جي عطاو لينا الطول اللي هو L 3,2، وعطاو لينا لا ماس لينيي، وعطاو لينا لا ماس مولار. بما انهم عطاو لينا لا ماس مولار وعطاو لينا لا ماس لينيي، دونك نقدر نستعملو العلاقه ديال لا كونتيتي دو ماتيغ اللي هي تقول لنا بان لا كونتيتي دو ماتيغ هي M على لا ماس مولار. ولكن هاد M هادي ما عندناش، عندو هادي ام هادي عندها واحد العلاقة مع لاماس لينيك. هاد لاماس لينيك هي ام على ال، هادي يعني نقدر نستخرجو ام من هنايا. دونك غيكون عندنا ام كيساوي لاماس لينيك فوا ال، وغادي نمشيو نعوضو هنايا. دونك غيكون عندنا ان ام جي اتيكال، بالنسبة الى حيدنا هاد ام غنعوضوها بهادي، غيكون عندنا لاماس لينيك فوا ال على لاماس مولير. وغنديرو لابليكاسيون نيميريك. عندنا لاماس لينيك عندنا في المعطيات هي 10 فوا 10 اس ناقص 3 باش نحولوها للغرام فوا 3,2 سنتيمتر. هادي بلا ما نحولوها للسنتيمتر، لان ديجا عندنا سنتيمتر في لاماس لينيك. غادي نديرو قسمه على 24 اللي هي لاماس مولير. دونك غادي نلقاو 1,31 فوا 10 بليسونس موان 3 مول. Donc, elle dit la quantité de matière de magnésium. La quantité de matière initiale. Elle dit, monsieur, nous calculons la quantité de matière d'IL, d'IL H3O+. Donc, le deuxième réactif, c'est H3O+. Donc, la quantité de matière de H3O+. Elle dit, nous allons obtenir le matière, nous allons voir ce que nous avons à H3O+. هو هو المحلول ديال الكلوريدريك. عطاو لينا لو فوليم V0 وعطاو لينا لا كونسونطراسيون، وحنا كنعرفو بان عندنا واحد العلاقه ديال لا كونتيتي دو ماتيغ هي سي فوا V0، هي هادي اللي غنستعملو. عندنا سي هو 0,33 فوا 30 مليلتر، غنضربوها في 10 اس ناقص 3 باش نحولوها لتر. دونك غنديرو كالكول، غادي نلقاو 9,9 فوا 10 بليسونس موان 3 مول.
دونك احنا سالينا السؤال الاول، غادي نمشيو دابا للسؤال الثاني. ديتيرميني لي كوبل كي انترفينو دو لا رياكسيون. دوزيام ان دو لي كوبل، دونك لي كوبل اول حاجه غادي نكتبوا المعادلات الحاصله اللي عندنا. عندنا ام جي زائد جوج ديال اش 3 او بلس كتعطينا ام جي 2 بلس زائد جوج ديال اش 2 زائد جوج ديال اش 2. هنايا باش نخرجوا لي كوبل اول حاجه كنديروها هو خصنا نخرجوا لي دومي رياكسيون. دونك عندنا هنايا ام جي وعندنا اش 3 او بلس، دونك خاصنا نشوفوا كل واحد شنو كيعطينا في النواتج. ام جي كيعطينا ام جي 2 بلس، دونك غادي نوازنوها. عندنا ام جي ام جي، عندنا هنا جوج ديال بلس هنا وهنا والو، دونك هنا غادي نزيدو واحد جوج ديال الالكترونات. دونك هذا هي الكوبل الاول. بالنسبه لدوزيام كوبل غادي نشوفوا عندنا هنا اش 3 او بلس شنو غيعطينا. عندنا هنا اش 2 زو، عندنا اش 2 كناخذو اش 2 لان اش 2 زو هو فقط كنوازنو به المعادله. دونك غادي ناخذو اش 2، غادي نديرو موازنه ديال هذه المعادله. عندنا هنايا او، هنا ما عندناش او، كنزيدو اش 2 زو. هنا عندنا شحال ديال الهيدروجين اللي عندنا. عندنا جوج ديال الهيدروجين زائد جوج هي 4، هنا عندنا هي 3. دونك باش نوازنو غادي نزيدو هنايا واحد الهيدروجين اخر باش يوليو 4. ابخي غادي نزيدو جوج ديال الالكترونات حيت عندنا هنا جوج ديال البلس، دونك غنزيدو جوج ديال الموا باش يوليو هنايا 0 هنا عندنا 0. دونك غنخرجو لي كوبل. دونك كوبل الاول كوبل الثاني، عندنا هذا شكون غندير نكتب هنا وشنو غنكتب هنا. كنمشيو دائما لهذيك اللي كنزيدو له الالكترونات هو اللي تيكون الاكسيداسيون، هو اللي تيكون الموكسيد، يعني هو اللي كيكون الفوق. هذا اللي زدنا له الالكترونات دوك غيكون هنايا ام جي دو بلس. ابقي عندنا ام جي، غنمشيو لهادي شكون اللي زدنا له الالكترونات. هنايا زدناهم اش 3 او بلس، دونك هو اللي غيكون الفوق اش 3 او بلس. هنايا عندنا اش 2، دونك ها هو الكوبل الاول وهذا هو الكوبل الثاني. لاحظوا معايا دائما ملي كتسالوا من لي كوبل خصكم تاكدوا بان هذه المزدوجه هذه الى خدينا منها المؤكسيد دونك هذه ضروري ناخذ منها المختزل. لاحظوا معايا اش 3 بلس كاين الفوق دونك هذه غتعطينا ام جي، دونك هادو هما اللي تفاعلوا، دونك هما لي كوبل هما هادو صحاح. غنمشيو ديغنيغ غادي نمشيو لكيستيون 3 كري لو طابلو ديسكريبتيف، يعني لو طابلو ديسكريبتيف هو لو طابلو دافونسمون. لو طابلو ديسكريبتيف، لو طابلو ديسكريبتيف هو الجدول الوصفي. الوغ دائما الجدول الوصفي كنرسمو بهذا الشكل. هذا عندنا هنايا ليكواسيون دو رياكسيون، عندنا هنايا كنديرو حالة المجموعة، عندنا هنايا ليتا انيسيال، عندنا ليتا انترميديال يعني الانستون تي، ليتا فينال. عندنا هنا لافونسمون، هنا كنكتبو لافونسمون. الوغ في لافونسمون تيكون عندنا هنا زيرو، هنايا اكس، هنايا اكس فينال. هنا كنكتبو ليكواسيون اللي عندنا. دونك عندنا ليكواسيون هي ام جي زائد جوج ديال اش 3 او بلس كتعطينا ام جي 2 بلس زائد جوج ديال الهيدروجين زائد جوج ديال اش 2. هنا كنديرو كونتيتي دو ماتيغ بالمول، لي كونتيتي دو ماتيغ. غادي نجيو كنقسمو الجدول بحال هكا. بالنسبه للما دائما تيكون عندنا اونيكسي يعني وافير دائما اش 2 زو. هنايا لي كونتيتي دو ماتيغ انيسيال ديجا حسبناهم، عندنا هنايا 1.31 فوا 10 بليسونس موان 3، هنا عندنا 9.9 فوا 10 بليسونس موان 3. هنايا في لي برودوي مازال ما تكونش عندنا، دونك غنحطو زيرو. هنايا غنديرو 1.31 فوا 10 بليسونس موان 3 موان 1 اكس. هنايا 9.9 فوا 10 بليسونس موان 3 موان 2 اكس. هنايا غنديرو اكس، هنايا غنديرو 2 اكس.
هنا كنديرو دوز اكس فينال، كنعوضو اكس بالفينال، اكس فينال 2.9.9 فوا دي سال بليسوس موان 3 موان 2 اكس فينال اي سي 1.31 فوا دي سال بليسوس موان 3 موان اكس فينال. دونك هذا هو طابلو دافونسمون. الوغ غادي نمشيو لا ديرنيغ كيستيون في لا بارتي 1. كيستيون 4، ديتيرميني لو رياكتيف لي ميتون اي ديدوير لا فالور دو لافونسمون ماكسيموم. دونك هنايا باش نحددو لو رياكتيف لي ميتون و لافونسمون ماكسيموم دائما كنستعملو طابلو دافونسمون. دونك عندنا واحد المنهجية كنستعملوها باش نحددو هاد المتفاعل المحيد. دونك لو رياكتيف لي ميتون، لو رياكتيف لي ميتون اي لافونسمون او بيان لا فالور دو لافونسمون ماكسيمال. هادي هي ماكسيمال. الوغ باش نحددو هادو دائما كنديرو الافتراضات، كنديرو اون سيبوز دائما كنبداو هكا الا بغينا نحددو المتفاعل المحيط اللي هو لو رياكتيف لو ميتون. اون سيبوز كو لو رياكتيف لي ميتون اي ام جي. الا كان هاد لو رياكتيف لو ميتون ام جي الوغ كنمشيو للطابلو دافونسمون. هذا هو طابلو دافونسمون. الا كان هذا هو المتفاعل المحيط كناخذو هاد المعادله هادي كتساوي صفر ومن بعد كنخرجو اكس ماكس. هنايا كناخذو هاد المعادله هادي ومن بعد كنخرجو اكس ماكس وكنقارنوهم. دونك غادي نديرو هادي، عندنا المعادله اللي غادي ناخذوها هي 1.31 فوا 10 على بليسونس موان 3 موان اكس ماكس. غنخدمو باكس ماكس لان كنحددت كنهضرو على لافونسمون ماكسيمال. الو غادي نخرجو اكس ماكس ايتيغال 1.3 فوا 10 على بليسونس موان 3 مول. الو هذا هو اكس ماكس الاول. غادي نمشيو نديرو هذا اون سيبوز كو لو رياكتيف لي ميتون، كنديرو نفس الجملة، الرياكتيف لي ميتون هو H3 أو بلوس، دونك أو بيان ألوغ 9.9 فوا 10 على بليسونس موان 3 موان 2 إكس فينال إيكال إكس ماكس. فوالا نهدمو بإكس ماكس 2 إكس ماكس. ألوغ كنخرجو هاد إكس ماكس، إلا خرجنا إكس ماكس من هاد المعادلة غيكون عندنا 9.9 فوا 10 على بليسونس موان 3 ديفيزي باغ 2 est égal à 4.95 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Donc le qu'il y a juste de l'x, il y a ça ou il y a ça. On va dire puisque 4.95 fois 10 à la puissance moins 3 supérieur à 1.3 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, il y a ce qui est considéré. داك اللي تيكون صغير هو اللي تيكون المتفاعل المحيط. دونك هذا هو اللي صغير وهاد اكس ديال من ديال ام جي. الو غادي نقولوا بان لو رياكتيف لو ميتون، دونك لو رياكتيف لي ميتون اي هو ام جي داكوغ اي لا فالور دو لافونسمون la valeur de l'avancement maximal x max est égal à 1.31 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Donc, c'est l'avancement ou le réactif limitant est mg. Donc, ça vient la partie L. Alors, la partie tania de l'étude cinétique de la transformation par mesure de volume du gaz H2. Elle pose à T égale à 0 dans un récipient une masse M0 égale 32 mg d'un fil de magnésium et un volume V0 est égal à 30 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique H3O+.
c'est L moins. De concentration molaire, c'est égal 0,33 mol par litre pour elle ferme le récipient par un bouchon avec un tube attaché à une tranchée graduée et retournée dans un recevoir d'eau. Elle mesure VT, le volume de H2. À chaque instant, elle obtient la courbe ci-dessous. La droite delta représente la tangente à l'instant t égale 13 minutes. Première question. Exprimer l'avancement x en fonction de volume Vm et volume de h. Et donc, on va faire le tabir de x. Donc, on dit le 2,1, l'expression de 2x de t. Donc, on va faire le tabir de x. On va faire le mébien, on va faire x et nous. شنو تيقول لنا عندنا هاد اكس هذا هو لا كونتيتي دو ماتيير ديال ام جي دو بلس وعندنا 2 اكس هو لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 2 ولكن هنايا عطاو لي قالوا لنا بدلاله في 2 اش 2 دونك غنخدموا بهذا عندنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 2 هي 2 اكس دونك غادي نكتبوا هنايا دابري لافونس دابري لو طابلو دافونسمون دابري لو طابلو d'avancement. D'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière de H2 est égale à 2x. Donc on a trouvé la quantité de matière, de gaz, il y a le volume sur le volume molaire. On a le volume à l'instant t de H2. Donc il est qu'on a deux mitsawien, donc on a 2x, à l'instant t qui est vt ديال H2 sur le volume molaire. Alors x de t est égal à v de t H2 sur 2vm. Donc هذا هو التعبير اللي غيكون عندنا. Donc x de t est égal à v de t H2 sur 2 اعتذر هنايا كاين عندكم غير v ما كاينش هاد جوج. هنا غنحيدو هاد الجوج هذا ما عندناش في المعادله راه ما كاينش جوج ما كاينش هاد الجوج هذا دونك عندنا غير اكس H2 عندنا اكس دونك هنايا راه صحيناه في التمرين هاد الجوج هذا راه غير غلط دونك هنا غير جو H2 دونك غادي هنايا غادي يخرج عندنا اكس دو تي كيساوي في دو تي V de T ديال H2 على لو فوليم مولير. إذا غادي نمشيو للسؤال رقم جوج في لابارتي جوج. السؤال تيقول لنا كالكولي وبيان قبل ما نكالكولي مونتخي كو لا فيتاس فوليميك عندها واحد ليكسبغيسيون في إتيكال 1 سور في 0 فوا في ام fois d de v à la d de t. Alors, باش نبينو هادي دائما كنبداو من التعبير اللي عندنا حنايا في الدرس. La vitesse volumique. عندنا la vitesse volumique v كتساوي 1 sur v v 0 اللي هو ديال المحلول v يعني الحجم الكلي ديال المحلول fois d de x على d de t. كيساوي 1 سور في 0 دي على دي دو تي. شنو كيساوي هاد اكس؟ لقينا هو هذا هو في دو تي على في ام. كما كنلاحظوا بان في ام هو عدد ثابت، اذا اللي ملي تكون عندنا عدد ثابت في الاشتقاق غنقدروا نخرجوا، دونك غيكون عندنا 1 سور في 0 هاد في ام غنخرجوه لانه ثابت فوا هنا راه كنضرب دي دو في تي على دي دو تي. دونك هذا هو ليكسبرسيون اللي طلبوا منا. دونك غادي نمشيو للكيستيون 2-3. كالكولي لا فيتاس فوليميك دو لا رياكسيون ا لانستون تي ايغال 13 مينوت. دونك هنايا غادي نحسبوا لا فيتاس فوليميك ا تي ايغال 13
minute. Donc, comme on a fait, on a V, après la deuxième question, on a V est égal à 1 sur V0 fois Vm, fois D de Vt sur D de T. Donc, on va dire le calcul. Donc, D de V à la D de T, d'aïman, on a D de Vt à la D de T. كان استخرجوا انطلاقا من الميبيان دونك هنا اخذت جوج ديال النقاط في المماس غادي نمشيو للمماس عند تي كتساوي 13 مينوت عندنا واحد المماس هو هذا اللي ملون بالازرق اذا هو هذا المماس الازرق غادي ناخذوا منه جوج ديال النقاط دونك ناخذوا النقطه الاولى هي 10 مع 0 وعندنا 32 الافصول ديالو 11 دونك غادي نديروا 32 عندنا هنايا 10 11 صفر دونك فوا 10 بلس 11 موان 3 هنايا فوا 60 باش نحولو للسكوند دونك هذا غيعطينا 3.33 فوا 10 بلس 11 موان 5 غادي نمشيو لا فيتيس نعوضو دونك في ايتيغال 1 سور عندنا هاد لو فوليم هاد في في 0 كيساوي 30 نضربها في 10 اس ناقص 3 نحولها لليتر نضربها في 24 اللي هو الفوليم مولير فوا 3.33 فوا 10 بلس 11 موان 5 دونك ايتيغال 4.625 فوا 10 بلس 11 موان 5 مول لتر موان 1 سكوند موان 1 دونك هذا هو التعبير اولا هذه القيمه ديال لا فيتاس في لانستون تي ايغال 13 مينوت غادي نمشيو كاستيون 2 4 دوني لا ديفينيسيون دو طون دو دومي رياكسيون بالنسبه لا ديفينيسيون راه ديجا درناها في الفيديو الاول لا ديفينيسيون قلنا بان لو طون دو دومي رياكسيون هو Le temps nécessaire pour que l'avancement de la réaction soit égal à la moitié de sa valeur finale. C'est-à-dire, on a x de t 1 demi est égal à x final à la juge. Donc, had x had t 1 demi, غادي نحددوها انطلاقا من الميبيان. اللي بغى يشوف التعبير التعريف راه عندكم في الدرس او لا تقدروا ترجعوا للفيديو الاول راه كتبنا التعريف. دونك T1 demi graphiquement, غادي نمشيو ناخذ أول حاجة القيمة ديال x final. لاحظوا معايا بأن x final هي هاد القيمة هذه. غادي ناخذ عندنا 4 8 12 16 عندنا 20 24 28 وعندنا 32 دونك عندنا x final ايغال 32 غادي نديفيزيو بار 2 يعني ان x final على 2 غيعطينا 16 وغادي نجيو ل 16 غنديروا ليه الاسقاط على الميبيان وغادي نلقاو بانه تي ان دومي كيساوي 8 مينوت دونك غنكتبو تي ان دومي ايغال 8 مينوت وهكا سالينا التمرين رقم 2 نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الثالث اللي غنصحو فيه التمرين رقم 3 والسلام عليكم ورحمة الله